جولة تليق بكم يا حبايب قلبي. صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. رجعت لكم بمنطقة حلوة تليق بيكم، اسمها ARI ارا، اسمها ارا. يلا خلينا نشوف شلون تجي لهنا المنطقة. تحياتنا، نبدأ بسم الله. هاي يا اخوان المنطقة، وهاي محطة البي تي اس اللي تجيبك من هنا. شوف محطة البي تي اس اسمها اي. يلا خلينا نتوكل على الله بالجولة. يا حبايب قلبي نتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. هاي المنطقة حلوة، تجمع مراكز تجارية، وهاي قريبة على موشت، وقريبة على ايش اسمها فيكتوري مومنت. هاي المنطقة ما اعتقد سابقا اكو شخص مصورها، لكن هسه انت راح تحكم من الكاميرا جمالية هاي المنطقة والمراكز التجارية الموجودة بيها، وتستحق الجاية، لان انت عندك محطة ستيشن بنانة تصعد هاي المحطة فوقك. حياكم الله، وان شاء الله جولة تليق بكم يا حبايب قلبي. ارى وهذا الدجاج اللي اسمه هذا. المنطقة هاي حلوة، شوف شوف بيها ستاربكس، هذا بيها مركز صغير، بس شنو هسه تعرفون انتم مغلق معزل بسبب جائحة الكوفيد. وهذا الكشك مال الدجاج. شوف هذا مركز صغير. وهاي همين كشك صغير يبيع، لانه هسه ماكو ما مسموح اي شيء. هاي هم محطة باصات، يطبقوا بالباص هنا وتجي براحتك، تريد بالباص تريد بمحطة البي تي اس. وهذا ستاربكس معدل اذا تحب تشرب لك كوفي، بس هسه هو غالي، يصمتك باقل شيء 5 دولارات وينطيك اياه وتروح. هو الستاربكس غالي غير على مود مكانه واحد يقعد وما يشتري بثلاث اضعاف 4 اضعاف وياخذه ويطلع. طبعا شركتهم هي هسه هم تفكيرها تعبان، المفروض يقبضون، لان انت تبيع تيك اوي، ليش بيع غالي؟ والله عم احنا حبيبنا الامازون. شوف اخوة هذا البرج يلاقيك همين فوقك. ارى هاي اسمها سهل، 3 احرف بس. حبايب قلب المشتاقين تايلاند، عشاق تايلاند. اليوم اخوان درجة الحرارة حاليا 31، اليوم 5/8/2021، الدولار صاعد، ابشركم 3300 تصريف ال 100 دولار الورقة، احنا نسميها بالعراقي ورقة، هي 100 دولار. هذا كشك الكيك صغير، تاخذ لك موطاية لو كيكة اذا جيت لهنا. الجولة مستمرة، وهاي القعدة الحلوة، الجماعة ياكلون. هاي المقاتل 9 مساء الحد 4 صباحا. تحياتنا واشواقنا لكم. هنعبر حتى ما نندعم. شوف شو تسوي تايلاند، هذا تجي هنا تشتري كيك، عصير،
اي شيء تخلي فلوسك وتشتري، هذا كوفي اوتوماتيك، تختار الكوفي وتخلي الفلوس من هنا وتشتري، هذا شيبس سميه اوتوماتيك، ماكو احد. هاي اهمين نفس الشيء، هاي محل صغير بدون اي شخص، ماكو اي شخص يمه، يعني انت تجي تدفع فلوسك وتاخذ. هاي بتايلاند تدفع فلوسك كاش وتاخذ اللي تريده. تحياتنا والله. هاي مناطق حلوه يا جماعه الخير. هذا بنك فوقك بنك. عن عبارة نتمشاكم ديستوك. هاي بقلبي جولة مستمرة. وهاي المحطة سانمبو، هاي هم الاسم هم يجيبك لهنا لهاي المنطقة، هم يجيبك لهاي المنطقة. وهسه تحولنا على الجهة الثانية وشوف المنطقة من الجهة الثانية. تحياتنا تحياتنا، وجولتنا مستمرة بالمنطقة المذكورة. هاي البناية قيد الإنشاء أخوان. جاز بالشارع سووا، الشرطة إجوا وخلوا علامات على مود ما يصير زلق جاز تانك انزرف، ما أعرف شنو، على مود ما يصير زلق بالشارع، لأن هذا الزلق بالدراجة بسبب هذا الجاز، فإجوا وخلوا هاي العلامات على ما يجون ينظفوه بعدين. المطعم يبيع بس تيك اوي، هذا يبيع فواكه، فواكه والحق ربعك. شوف كشك صغير باب هاي البناية، هاي البناية مكاتب، شوف شلون بناية جدا، ديزاينها حلوة كلش كلش حلوة. شوف حبايب قلبي، هاي بناية قبة يا جماعة الخير، ديكورها كلش حلو. فيها كل شيء، 7-11 بانك امازون كوفي جوا بيها، كل شيء بيها يا جماعة الخير. هاي البناية وراها كندو، يوم شمس مشمسة ما شاء الله. صار هواي ما مصورين بالشمس يا جماعة الخير، تطلع الشمس تصير حارة. وهاي شركة مارسيدس العشاق المارسيدس. حارة
هاي العارة قلبه ابقوا وياي رايحين على سيام. شوفكم جولة داخل القطار المناظر. هاي المنطقة ما مصورها أنا المناظر مالتها داخل القطار. خل أصورها لكم وأسوي لكم فلوق ثاني من منطقة سيام. مستمرة الجولة. هاي منظر المنطقة يا حبايب قلبي يا حلوين. وهذا الحبيب جانا خل لحق نروح نصعد به. هاي منظر المنطقة من هنا. وهاي الستيشن. وهذا حبيب القلب. هلا نصعد به. فتح زين عندنا مراية بالأخير. شوفون هاي سيام محطة التشنج الرئيسية اللي حبوا وطلبوا من عندي انه اصورها لهم. محطة عملاقة رئيسية. شوف ثقافة الشعب التايلندي ينتظر باع خل اشوفك هاي الحركة. ينتظرون بالسرع لحد ما ينزل الناس يلا يصعدون. باع هاي المحطة. شوف
نزلت الناس ولو هي ناس قليلة صعدوا هذولا. شوف هاي فوق تين تحياتنا ولا هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله عجبتكم هاي الجولة وتليق بيكم وحارة كلش حارة يا حبايب قلبي. تحياتنا، واتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشوفني اشترك فاعل الجرس وانطينا لايك يا حبايب القلب.